جاء واحد للإمام الحسين سلام الله عليه إعرابي، طب للمسجد، قال لهم أريد الحسين، قال له لذاك بالمسجد، إجا للإمام الحسين سلام عليكم السلام، قال له أنت أبا عبد الله الحسين، أبو عبد الله الحسين، قال له إيه، قال له أنا قتلت لي قتل يعني ما متعمد، وهاي عشيرة المقتول تريد دية وأنا ما عدي، ذولا لو يقتلوني لو ياخذون الدية، فوصفوا لي كرمك، قالوا لي أنت كريم وأنا جايك أريدك تساعدني، قال له أنا ساعدك بس بشرط، قال له شنو؟ قال له أسألك سؤالين، السؤال الثاني إذا جاوبت ثلث أعطيك ثلث الدية، إذا جاوبت ثلثين أعطيك ثلثي الدية، إذا جاوبتني جواب كاملا أنا أعطيك الدية كاملة. قال له مولانا أنت عالم والعلم خرج من بيتكم، أنا شو معرفني؟ قال له مع ذلك أسألك، قال له اسألني، إذا عرفت أجاوب، ما عرفت أنت تعلمني، قال له زين اسأل، قال له ما هو خير الأعمال؟ فقال الرجل الثقة بالله، قال صدقت، قال له اسأل السؤال الثاني هو هذا الأساس، قال ما يزين الرجل؟ فقال الإعرابي علم مع حلم، الإمام الحسين قال له فإن لم يكن؟ قال مال مع بذل، فقال له الإمام الحسين فإن لم يكن؟ فقال الإعرابي فقر مع صبر، فقال له الإمام الحسين فإن لم يكن؟ قال له يا أبا عبد الحسين طالع بعالة هذا، فصاعقة تنزل عليه من السماء فتقتله، فضحك الحسين سلام الله عليه وأعطاه الدية كاملة. الإعرابي لما أخذ الدية صار ينظر للدية ويباوع على يد الإمام الحسين ويبكي، الإمام الحسين قال له لعلك استقللتها، خاف قليلا نطيك بعد، قال لا والله ما استقللتها، وافية كافية شافية، ولكني أعجب كيف لهذه اليد يغطيها التراب، ماكو واحد يمهم قال لهاي اليد ما يغطيها التراب، يقصوها بسيف.